السلام عليكم يا المتتبعين كويزين عيشة، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنشكركم يا المتتبعين، بنات ورجال وولاد وكل شيء. كنشكركم بزاف على المتابعة اللي كتابعوني وكتشجعوني. بلا بكم انا ما كايناش، وانتم اللي عطيتيني القوة. ودابا ان شاء الله يا ربي كنتمنى الله غادي نكافي لكم هذا الشيء اللي كتعملوا معايا، ونكون في المستوى ونرضيكم كما كترضوني حتى انا نرضيكم. واليوم انا جبت لكم شي حاجه جديده من اكسيون، السلعه ديال اليوم ود البارح بغيت نقدمها لكم. انا قلت لكم كنعطيكم وعد في ميت كل شي حاجه جديده نقدمها لكم. وشكرا على المتابعه ديالكم، كنشكركم بزاف، وتابعوني وتشوفوني شنو غادي نحضر لكم اليوم. اليوم شريت هادو ديال الطباسل اللي كنعملهم باش كنحطو عليهم الطباسل هكا، زوينين عجبوني، كيعملوا اورو و 49 سنس. شريت 6، كاينه في الذهبي، كاينه في الدوغي، كاينه فيهم 3 بنوالات. هادو شريت 6، اللي بغى البنات يمشي يشوفهم يشريهم راه كاينين. وشريت هاد الطبيصلات حتى هما معاهم، دخلوهم هالشكل ديالهم زوينين البنات، غزالين هانتوما. جابوهم الصراحه هاد الله كيطيروا دغيا، كيحطوهم كيديهم عاوتاني كيوليو يحطو حاجتين اخرين. انا جبت 6، كيعملوا 2 اورو علين 3 د الاورو، جوج اورو 99. مزيونين، جبت انايا في هاد الكولون الاسود في الكحال، وجبت في البيض. صراحه ضلع عجبني الكحال وبقى فيا البيض، قلت علاش ما نديهمش بجوج. جبت في البيض هانتوما، مي البيض جبت لهم التزليفات ديالهم هانتوما، الزلافه هانتوما كي دايره، والطبيصل عاوتاني شوف كيفاش عامل، زوينين زعما كيجو في الحطه زوينه نخوه. صراحه الله جابوهم دغيا كيحطو ستوك كيمشيو عاوتاني حتى كيكون متهز. انا شريت 6 بويض و 6 ديال الزلايف حتى هما بويض. اليوم مشيت باش نجيب زلايف كحل، لقيت غير 4 وانا كان خصني 6، لقيت 4 لقيتهم. دابا نتسنى حتى غدا ان شاء الله الا حطوهم نمشي نجيبهم. مي الصراحه الله السلعه ديال اكسيو راه زوينه، ماشي كندير لهم الاشهار، مي عندهم شي حاجه زوينه كتعجبني انا. وشريت حتى هاد الكويسات ديال الشمع هانتوما، واحد شحال على القد المستوى اللي بغيتي تشري جوج، بغيتي تشري 3، ماشي بليجي باش تشري 6. هادو جاوا باش يجيو اسوختي مع هاد الطبيصلات. من بعد غنوريكم الطابله كيفاش كتجيب هاد الاسود، غنوريكم الديكور ديالها. شريت هاد الطبيصلات تما لقيتهم دخلوهم. شنو تقدري ديري فيهم؟ تقدري تعملي فيهم الشريدات بحال لي سالاد. انا عندي كبير ديالهم، جبت هادو الصغيورين باش عندك عرضات فوالا، ما تكونش شي عرضه نعمل فيهم لي سالاد. تقدري تعملي فيهم الحوت مقلي اي حاجه. شريت 6 ماشي غاليين، شي اورو وقيلا اورو عاملين لهم هادو. وهادو هاد البلاطوات هما زوينين، تعملوا فيهم لي بارفا ديالكم ولا تقدموا فيهم شي حاجه. جبت 2، واحد في النقري واحد في الدوغي، 2.50 اورو هانتوما، وصحاحين عندهم الجاجة. وبغيت تعلقوهم مرايات كيتعلقوا مرايات هانتوما، ها العلاقه فين عندهم، ها هي هاي تعلقوهم هكا زوينين، 2.50 اورو. وهادو
فين كتعملوا الطباسل؟ ملي كتكونوا تقدموا شي حاجة هكا كتعملوا هكا التقديم. من بعد غنوريكم الديكورات ديال الطابلة كيفاش كنديكور، كيفاش كنديروا الديكور ديال الطابلة. هادو شريت 6 أورو زوينين ديال البلاستيك، شريت 6. نتوما شحال ما بغيتو تشريو، يا جوج يا ثلاثة، ماشي اوبليجي باش تشريو 6. وشريت هاد المكانة، عجبتني بزاف هاد المكنة. هانتوما شوف على تحف تحفة. وشريت هاد الكوف اللي كتبغي تحطي فيه لي بيجو ديالك، كتحطي في بيت النعاس ديالك، تحطي المكنة حدا راسك وكتحطي هذا حدا راسك حتى هو ملي تحيدي الخويت مات ولا الدبيلجات هكا تحيديهم تعمليهم هنايا، ولا خويت مات ديالك باش ما يضيعوا لك شي عرفتي كتشبري بالتخشي من تما حدا راسك هالميكينة هالكفر ديالك. هادو كيعملوا 2 أورو، هادي 4 أورو، هادي 4 أورو، 4.95 4 أورو، 3 أورو 90، طولي 4 أورو. مي زوينة تحفة 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 بزاف. هاديك 2 أورو 50، هادا الكفر ب2.50. شفتو على تحافة هانتوما الزواقة لي في هادا كاينة في المرايا، تعملوها في الراس ديالكم بيت النعاس هكا. صراحة الله تحفة زوينة بزاف. وهاد الماسك، هاد الماسك البنات عاد تعرفت عليه، زوين 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 زوين، لقيت البنات بزاف كيشريوه ديال الحار. هانتوما هاد الحار مي كتغسلو كتعملو الدوش كديرو 3 مرات في السيمانه كتعملوه في الشعر ديالكم، واخا كيكون كيبقى يحرقكم في الراس ولكن راه زوين. كدوموا على شهرين ولا كاع 3 شهور كتبان لكم كيطول الشعر. ماشي غالي ب 2 أورو 40، 2 أورو 40، دو 40. زوين ما تندموش علينا، حيت شفت الناس كيهزوه وسولتهم قال كيديروا الشعر كيطول الشعر وكي هذا مزيون ديال الحار. هانتوما انا ما جربتوش، عاد غادي نجربو. هاري ثاني تحت ثاني هاد المشاورات عجبوني في الكحل والضوغي جبتهم سمايا ما كملش 1 أورو. وجبت هاد الكويسات حتى هما رائعين، كيسان هانتوما. صراحة الله عجبوني، كيما كنت كنمشي كنبغي نهزهم وما ما كنتش كنديها فيهم بزاف، ولكن ملي حليتهم ولقيت المنيدر ديالهم هانتوما كيفاش كيمشي. هادو تقدروا تعملوهم في بيت النعاس، تعملوا فيهم الشميعات وتحطوا قدامهم هادو هكا هانتوما وتتزوقوا بهم الطابلة. تكون عندكم شي عرضة ولا عليكم نتوما تزوقوا بهم الطابلة كيجيو زوينين. كتعملوا الشميعة هنا في الوسط وكتشعلوا كيمشي واحد فوق هذا الكبير وهذا الصغير هانتوما. هادو كيعملوا 7 أورو، 6.90 هي، قولي 7 أورو كيعملو الثمن ديالهم. وهذا سوا شريتو هاد الخطا بقى عاد نشوفو معاكم حيت ما حليتوشي. انا كنشوف شي حاجه فيها الضوء كتحمقني. هذا الخطا ديال الطبله هانتوما شحال زوين وكبير ديال الصالة مونجيا.
شوفي كي داير، ما نعد لكم الطابله يجي واعر. الله الله الله. هذا كيعمل 6 اورو، 6 اورو كيعمل. والثوب ديالو زوين، والثوب ديالو غزال. شوفي انت عنده جوج وجوها، بغيتو هذا الكولور هذا تعملوه، وبغيتو هذا الكولور، ثم الاختيار ديالكم اللي بغيتوها. عجبكم هذا ديروه، عجبكم هذا عملوه، كيجي زوين. هادو المشتريات ديالي ديال اكسيو اليوم، ومن غير اكسيو فواحد المغازه ديال التركي مشيت شريت هاد المقله. هاد المقله الرائعه كانت عندي انا قبل، وكنت ديتها للمغرب، وجيت باش نشري وحده اخرى ما لقيتش، ودابا عاد لقيت هذه هي الاخيره اللي كانت بقات عندهم. خلات لي 15 اورو، هي كانت كتعمل ديزويت، ديزويت اورو، خلات لي 15 اورو. البنات كتعملوا فيها الطرطيه اولا الحوت اولا الحرشه اولا اللي بغيتو. لا كانت الطرطيه بلا ما تحتاجوا تقلبوا على شي حاجه اخرى تقلبوا بها، كتقلبوا بهذه هاك. الحوت عاوتاني اللي كتكونوا تقليوه بلا ما تقلبوه تولي تقلبوه هكا. وعاوتاني حتى الحرشه، الحرشه كدهنوها وترشيها بشويه ديال السميده وكتقرصوا فيها بارده، ومن بعد ملي كطيب كطيب وهي مغطيه هكا، كتعرش على الحرشه كتغطي بها باش ملي كتجي تقلبيها كتقلبيها. زوينه زوينه البنات، سيروا ليها راكي عند واحد التركي في الجبرابة كيبيعهم زوينين. قال لك غادي يدخلهم هاد السيمانه؟ قال لي غادي يدخلوا هاد السيمانه، هادي الاخر جبتها ب 15 اورو. فوالا البنات، هادشي اللي هادو المشاريات ديالي ديال هاد النهار، يكونوا في المستوى وتقبلوا عليهم، وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله، ودعوا معايا ودعموني، ورانا كنتسنى التشجيع ديالكم، دائما كتشجعوني كتعطيني واحد القوه اللي كتزيد في العرق ديالي، وكنبغي دائما نحط لكم الجديد. وكنتمنى لكم ايام سعيده، وشكرا، والى الفيديو اخر ان شاء الله.